ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جبنا لكم فيديو جديد. فيديو النهارده بقى هيبقى مختلف لان النهارده معانا جراو تشاو تشاو، معانا جراو بيتبول، معانا جراو جيرمان. هنعرضوها النهارده مع بعض، واول مره في القناه هنعرضوا جراو لتشاو تشاو في القناه، فدي حاجه جامده جدا. انا فرحان ان انا بعرضها في القناه بصراحه. بس قبل بدايه الفيديو كده يا شباب، ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، هسيب لك رابط قناتي الثانيه والتيك توك، ورابط التيك توك ورابط الانستجرام، برد على الانستجرام، برد على كله هناك. يعني انت اي حاجه هتبعتها لي هناك هرد عليك، اي سؤال، اي استفسار، اي حاجه عايز تعرفها عن الكلاب او في موضوع الكلاب او خارج موضوع الكلاب حتى عني برد على كله. طيب يا شباب، اي حد حابب يبيع اي حاجه من خلال القناه، رقم التليفون بتاعي على الشاشه، ابعت صور الكلب انت حابب تبيعه والمكان والسعر، وان شاء الله الفيديو الجاي الكلب بتاعك هيتعرض. يلا نخش في الفيديو من غير رغي كتير، يلا بسم الله كده ونخش في اول حاجه. معانا كلب بيتبول مستواه كويس جدا، في كرمشة وش جامده جدا، واخد من شكل الماستيف ولون الماستيف زي ما انتم شايفين. بس الجرو الله اكبر عليه جامد جدا، مكان الاليوبيه وفي شحن ومطعم سوماني. صاحبه عايز يبيعه لعدم التفرغ، عنده حوالي 3 شهور او شهرين ونص بالظبط، يعني زي ما صاحبه ما بعت لي. الكلب واخد تطعيماته وجمجمته كويسه، وفي كرمشة وش جامده جدا والوانه حلوه. زي ما قلنا مطلوب في 2000 جنيه سعره، انا شايف ان هو كلب مناسب جدا جدا جدا. تمام، معانا بقى الحاجات اللي هي تشاو تشاو، حاجه جامده جدا بصراحه، مطلوب في الواحد 15000 جنيه قابل للنقاش. العمر 60 يوم. تمام، بس الجراوي بسم الله ما شاء الله عليها، مستوى عالمي عالمي عالمي. تمام، معانا برضو نتاية برضو نفس الشخص، جيرمان مستوى محترم جدا، مطلوب فيها 12000 جنيه، ولكن النتاية ديت بالبيديجري بتاعها، يعني بالورق بتاعها ومعاها الورق كامل. تمام، فالنتاية بسم الله ما شاء الله عليها برضو مستوى حلو، ولسه 6 شهور، حاجة من الحاجات التقيلة. تمام، بورقها بكله، فانت بتاخد حاجه مضمونه، وممكن اكيد برضو تطلع على الجراوه بتاعتها بورق، لو الاب برضو بورق والام بورق وهكذا، ممكن تعمل لهم بيديجري وتعمل لهم اوراق وتظبط الدنيا وتسجلهم. تمام، فبسم الله ما شاء الله عليها، انت جامده جدا. برضو معانا الدكر لنفس الشخص، مطلوب فيه 2500 جنيه، بس حاجه روعه بصراحه، شعرها لونج هير، ماسك وش جامد جدا، الودان السبعه، العضمايه الجامده جدا، ومستوى عالمي بصراحة بتاع الدكر ده، ربنا يبارك لصاحبه. بالعمر سنة بالظبط. تمام، ودكر مطلوب فيه 2500 جنيه. تمام، معانا برضو نفس الشخص، جارو بيتبول، تحس ان هو داخل فيه دوجو ارجنتينو، برضو مستوى برضو عالمي، كرمشة عظم، حاجة جامدة جدا، برضو قابل للنقاش، مطلوب فيه 3000 وقابل للنقاش. تمام، عشان لو في حاجه. تمام، برضو معانا الدكر جيرمان مستوى محترم جدا، العمر 10 شهور، يعني يعتبر لسه عيل، لسه جارو اهوت، مطلوب فيه 6000 جنيه نهائي. كل الكلام اللي احنا قلناه دوت لشخص واحد، بصراحه المستويات اللي عنده جامده جدا. احنا لو قعدنا نمدحه في كل كلب من اللي عنده لشويه مش هديله حقه بصراحه، مستوياته جامده جدا. تواصل معاه لان الحاجات اللي عنده دي كلها مضمونه ونضمنها لك. تمام، معانا بقى حاجه جريد دان مستواها برده جامد جدا، مطلوب فيه 4000 جنيه. تمام، في شراسه بيموت، تمام، على كلام صاحبه شراسه موت. تمام، الكلب عظمها حلوه، كلب عالي على الارض، وشه والستاير الله ينور بصراحه جامده جدا، والجمجمه جامده جدا، والجسم بتاع الكلب بسم الله ما شاء الله حاجات من العاليه، ربنا يبارك لصاحبه النصيب. مطلوب فيه 4، ورقم التليفون بتاع صاحبه هتلاقيه على الشاشة. تمام، معانا بقى حاجة جرو في سعره حنين كده، مطلوب فيه 1500 جنيه بس. بس جرو بصراحة حلو، والأهالي برضو كويسين، ممكن أعرض لكم فيديو الجوازة، الأهالي كويسين جدا، الجرو برضو مستواه حلو جدا، بس هو في سن مسخ فتلاقيه مظلوم شوية، ولكن بالنسبة للسعر اللي احنا بنتكلموا فيه في 1500 جنيه جامد جدا بصراحة، وشايف إن مستواه يستاهل وأكتر كمان. معانا بقى كلبه جيرمان برضو من الحاجات اللي بنسموها الازاز. تمام، المكان محافظه كفر الشيخ، عندها 53 يوم. بصوا بقى الجرايه دبدوبه جدا، عظم جامد جدا، الوانها لون الازاز او الجيرمان الازاز زي ما الناس ما بتسميه، بس مش ما شاء الله عليها جرايه دبدوبه جدا، عجباني جدا، عاجبني جدا العظمه بتاعتها. تمام، طبعا هتكبر هتبقى الوانها فاتحه، وكلبه برضو انا شايف ان هي كويسه بالنسبه لسعرها 1500 جنيه، مش فلوس يا جماعه، 1500 جنيه مش فلوس في جروايه زي دي، جامده جدا. تمام، معانا بقى حاجه دكر جيرمان للبيع،
عنده 10 شهور ما بيتحلش، كلب متخلف بمعنى الكلمة، تمام؟ واللي بيقول لك مين اللي هيحله هيجي ياخده، اللي هيفك الكلب هيجي ياخده، تمام؟ زمان قوي. ببلاش، تمام؟ مطلوب في الكلب ده 2500 جنيه المكان الجيزة. للأسف إضاءة الفيديو ضعيفة جدا، ولكن اللي هياخد حاجة زي دي أساسا مش هيهمه التأليف قوي، هيهمه الشراسة بتاعت الكلب، لأن اللي هياخده ياخده حراسة بقى، هياخده حاجة شخصية ليه، الكلام ده كله. فالكلب ما شاء الله بيتكلم عن نفسه، كلب مستوى جامد برضه، لو ركزت هتلاقي مستوى الكلب حلو، وفي مكان برضه مش قد كده فتلاقي مستوى الكلب ضعيف، ولكن في الإضاءة وفي الشراسة ومع الكلام ده كله الكلب ده يستاهل ال 2500 جنيه فعلا، تمام؟ معانا بقى دكر جيرفون للبيع المكان الزقازيق، برضه مستواه كويس جدا، تمام؟ كلب مستوى حلو المكان الزقازيق، مطلوب فيه 700 جنيه بس. ولكن لو بقى رجعنا للمستوى والتقليب، في المستوى الله ينور جامد جدا ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبه وربنا يبارك لصاحب النصيب. معانا بقى جراوي بيكنوا، حاجه جامده جدا، مطلوب في الواحد 400 جنيه، واللي هياخد الاثنين مع بعض هيبقوا عاملين 700 جنيه، يعني الواحد بيبقى واقف عليك ب 350 جنيه. الام بيكنوا، الاب تقريبا لولو او جيرفون، المكان محافظه البحيره شبراخيط. انا لو هاخد الجراوي اللي شبه الام البيكنوا، الحاجه التقيله بصراحه، بس بسعر 400 جنيه في الجرو بيكنوا، الام بيكنوا، في ناس بقى بتقول عليهم البيكنيز، تمام؟ بيكنيز، فالمستوى جامد جدا، حاجه الام بيكنوا والاب جيرفن بيجيبوا حاجات جامده جدا برضو، بتتباع على فكره ب 400 جنيه بس يا جماعه، جراوي ب 400 جنيه، يعني كمان لو هتاخد الاثنين الواحد هيبقى واقف عليك ب 350 جنيه. الام بكنوار اب جيرفون، حاجات جامده جدا، المكان شبرا خيط، هسيب لكم رقم التليفون على الشاشه، محافظه البحيره. بصوا بقى، برضو معانا حاجه للجواز، روت وايلر، بس حاجات بقى من الممنوعات والحاجات الجامده. الله ينور، بصراحه بعت لي دكر تقيل جدا، بسم الله ما شاء الله عليه. مطلوب في الجوازه 2000 جنيه، المكان طنطا، تمام؟ هسيب لكم رقم التليفون بتاعه على الشاشه. دكر بيتكلم عن نفسه، على كده اتفرجوا على الدكر، بصراحه الدكر بسم الله ما شاء الله عليه، جمجمه دبابه جدا، الوان مقفوله جدا، الوان جامده جدا بتاعت الروتويلر اللي احنا بنحبها، اللي هي الالوان الحمراء، الجمجمه والبوز بتاع الكلب ما شاء الله مكتوم خالص، عظمها حلوه وعظمها تقيله جدا، ربنا يبارك لصاحبه، كلب تقيل جدا زي ما قلنا، مطلوب في الجوازه كامله 2000 جنيه، برضه المكان طنطا، لو انت جاي من مكان بعيد او كده برضه تواصل معاه، كلمه، شوف الدنيا بتقول ايه، شوف انت بتتفقوا على ايه، الكلام ده كله. بس ما شاء الله الذكر بيتكلم عن نفسه، ربنا يبارك لصاحب النصيب وربنا يبارك لصاحبه، اي حد عنده انتهى جامده مع الذكر ده جيب جراوه تحفه. بس يا اخواتي، فيديو النهارده انا عارف ان هو كان جامد جدا، فيديو جامد جدا جدا جدا، ولو انت بقى وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك، لان القناه واقعه الفتره اللي فاتت جامد جدا، فيا ريت تدعمني بلايك عشان القناه ترجع نقوموها كده تاني. الفتره الاخيره برضو جايبين 2 مليون مشاهده في اخر 28 يوم، 2 مليون مشاهده، شكرا جدا. اول مره من ساعه ما فتحت القناه الاقي عليها ريتش بالقوه ديت برضو، ولكن هي واقعه بقى في الفيديوهات اللي هي الاساسيه بتاعت القناه اللي هي بتاعت البيع، ولكن الشورت وكده شغاله ضرب نار، الله ينور بصراحه. شكرا برضو لاخواتي برضو اللي بيدعموني، تشتركوا في القناه كما اخوكم تريكس.